بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد بقى جاية لمتابعة خاصة بالنسبة لبعثة فريق النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية. بالأمس كان يوم حافل بالتأكيد لكل المتابعين والمشاهدين، وكأنه كان كارنفال وعرس رياضي كبير بعد سفر بعثة فريق النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية. يوم كان حافل بالصور والفيديوهات واستقبال الجماهير وبأحداث رياضية، كانت يوم مميز جدا لكل أبناء القلعة الحمراء بشكل خاص ولكل الجماهير المصرية بشكل عام في مصر وفي كل أنحاء الدنيا. حلقة النهاردة هنتابع فيها كل الجديد والمستجدات بالنسبة للبعثة وآخر الترتيبات اللازمة بالتأكيد قبل أولى المباريات يوم الخميس القادم أمام فريق نادي الدحيل. لكن بسرعة ندخل في سؤال حلقة النهاردة، وبالتأكيد طبعا بعد الاستقبال الرائع اللي كان بالأمس بنطرح هذا السؤال وهذه الرؤية لكل المتابعين والمشاهدين. كل واحد يدخل يشارك معنا في الإجابة على هذا السؤال: رأيكم في استقبال أو مشهد استقبال الجماهير لبعثة النادي الأهلي في المطار بالأمس. كل واحد يشارك من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض كل الآراء والمشاركات. لكن نبدأ حلقتنا بأهم ترندات الحلقة. طبعا هاشتاج أبطال إفريقيا في المونديال بيتصدر السوشيال ميديا. سلبية مسحة بعثة الأهلي في المونديال. فيفا يرحب بالأهلي عبر الفيديو كونفرنس. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب النهاردة في مجموعة من المباريات، أبدأ بسرعة بمباريات الدوري المصري. النهاردة في مباراتين، وفي هذه اللحظات وأنا معاكم على الهواء مباشرة في مباراة في مسابقة الدوري العام. المقاولين العرب بيلعب على أرضه في الجبل الأخضر مع إنبي، وما زالت النتيجة التعادل السلبي بين كلا الفريقين. الساعة 7:30 وعقب مباراة المقاولين وإنبي، الإسماعيلي هيلعب مع بيراميدز. وبالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي النهاردة بالتأكيد في مجموعة من المباريات، حوالي 6 مباريات. إيفرتون كان بيلعب مع نيوكاسل، ومباراة انتهت منذ قليل بهدفين مقابل لا شيء لصالح نيوكاسل يونايتد. وفي هذه الأثناء 3 مباريات في توقيت واحد: مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، كريستال بالاس مع ويلفرهامبتون، ويست بروميتش هيلعب مع فولهام. الساعة 7:30 أرسنال مع مانشستر يونايتد، وفي الختام ساوثهامبتون هيلعب الساعة 10 مع أستون فيلا. مباريات أيضا اليوم في الدوري الأسباني في 4 مباريات. طبعا في مباراة بتقام منذ لحظات وإشبيلية متقدم فيها على إيبار 2-0، لكن الساعة 5:15 بعد قليل تنطلق مباراة ريال مدريد مع ليفنتي. الساعة 7:30 فالنسيا هيلعب مع إليتشي، والساعة 10 ختام المباريات فياريال مع ريال سوسيداد. مباريات اليوم في الدوري الإيطالي يمكن منذ قليل أيضا كانت في مباراة بتقام ما بين بولونيا وميلان، والشوط الأول الميلان متقدم على بولونيا. الساعة 7 سامبدوريا هيلعب مع يوفنتوس، والساعة 10 إلا ربع إنتر ميلان هيلعب مع بنفينيتو. أيضا كمان النهاردة مباراة مهمة جدا، وكل المتابعين لكل المباريات المرتقبة في كأس العالم للأندية بينتظر هذه المباراة بشكل كبير جدا. الطرف الأخير ما بين بطل كوبا ليبرتادوريس هيتحدد النهاردة الساعة 10 مساء، حينما تقام هذه المباراة الكبيرة والديربي والكلاسيكو الكبير جدا ما بين بالميراس مع سانتوس. هي مباراة شبيهة بالأهلي والزمالك في نهاية دوري أبطال إفريقيا، لكن الفائز في هذه المباراة سيسافر يوم 3 فبراير للمشاركة في كأس العالم للأندية واستكمال كل الأطراف المشاركة في هذه البطولة بإذن الله. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. طبعا ترند الترند بالنسبه لنا وبالنسبه لكل متابعي كره القدم في مصر وفي الوطن العربي وفي جميع ارجاء العالم، كاس العالم للانديه. والحاله بالامس كانت كبيره جدا، وده ظهر من خلال كل المتابعين عبر السوشيال ميديا، وكان امبارح ترند رقم واحد عبر تويتر. طبعا ابطال افريقيا في المونديال كان متصدر امبارح هذا الهاشتاج ترند تويتر في مصر، وطبعا كان الكلام كبير جدا امبارح، والناس كانت بتتكلم بسعاده، وكان في حاله بهجه لدى كل جماهير الكره المصريه وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص نتيجه المشاركه في هذا الحدث العالمي كاس العالم للانديه. هي مشاركه قياسيه، لان المشاركه رقم 6 في هذا الحدث الاستثنائي الكبير. انا بقول دايما استثنائي لان بطوله عالم بتقام في هذه اللحظات، واول حدث الاتحاد الدولي فيفا بينظمه منذ أن بدأت جائحة كورونا في شهر مارس أو فبراير من العام
الماضي. نتمنى يا رب يكون التوفيق حليف النادي الأهلي وتقديم أفضل ما لديه في هذه البطولة لإسعاد الجماهير المصرية وجماهير النادي الأهلي، اللي عايز أوجه لها الشكر من هنا. ومهما قلت ومهما يعني شكرتهم مش هقدر أوفي جزء بسيط من حقهم على اللي عملوه امبارح. رابطة مشجعي النادي الأهلي امبارح بصراحة عملت ملحمة، وكان تحدي كبير جدا، وده كان ظاهر حتى في فترات سابقة لما كنا بنستضيف رئيس رابطة المشجعين المستشار حسام أبو العلا وباقي أفراد الرابطة إن شاء الله على هذا الإنجاز الطيب في استقبال البعثة وفي الفريق، وده كان راجع بشكل كبير حتى وأثره إيجابي على اللاعبين لما الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة طلب من اللاعبين إنها تنزل من الحافلة عشان تحيي اللاعبين في هذا المشهد الحضاري. وكان كمان ردود الفعل إيجابية والتجاوب السريع ما بين الجمهور عندما يعني شافوا الكابتن محمود الخطيب بيبو، وكان هتاف للكابتن بيبو اللي طلب منهم ان الهتاف كمان يكون للفرقه بالكامل استعدادا لهذه البطوله الكبيره ويكون دفعه قويه للمرحله اللي جايه. طيب اخبار الاهلي في المونديال النهارده بقى خلاص بدا العمل على قدم وساق، وعندنا مجموعه من التفاصيل والاخبار، ودايما معودينكم كده كل الكواليس وكل الامور التنظيميه المتعلقه بكاس العالم للانديه ما بتتقالش الا هنا عبر شاشه قناه الاهلي، وفيها اخبار حصريه كتيره. امبارح قلنا تفاصيل كتيره والحمد لله ردود الافعال كانت يعني الحمد لله الناس كانت مبسوطه بالاستقبال وفي السفر وكل التفاصيل. لكن لو هتكلم بقى عن الاخبار، اول حاجه طبعا الحمد لله يمكن بعثه النادي الاهلي نتيجه العينه اللي تم سحبها بالامس البي سي ار من الفريق في المطار فور الوصول، البعثه بالكامل الحمد لله سلبي كورونا في المونديال، فيما عدا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي والمنسق الامني للبعثه، المسحه يعني للاسف طلعت ايجابيه، وهيكون في مسحه جديده خلال ال 72 ساعه اللي جايه للاطمئنان بالتاكيد على وجوده. هو الحمد لله الحاله الصحيه جيده ومفيش اي اعراض، لكن يعني النتيجه هي اللي طالعه ايجابيه، ففي عزل لمده 72 ساعه يتعمل مسحه اخرى للعميد محمد مرجان، وان شاء الله باذن الله بعد هذه المده تكون المسحه سلبيه ويقدر بقى يمارس نشاطه مع الفريق ومع البعثه. محتاجين جهود كل الناس اللي موجودين مع الفريق. كمان الفيفا بيرحب بالاهلي ويعقد اجتماعا فنيا بالبعثه عبر الفيديو كونفرنس. امبارح كنت اتكلمت وقلت الفرقه اول ما توصل تاني يوم هيكون في تدريب، وغالبا بنسبه كبيره هيتم عقد مؤتمر عبر الفيديو كونفرنس ما بين اللجنه المنظمه للاتحاد الدولي فيفا مع بعثه فريق النادي الاهلي، وده اللي حصل النهارده بالفعل حوالي الساعه 12 ظهرا. كان في اجتماع موسع ما بين اللجنه المنظمه في الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، واللي كان بيمثلها في هذا الاجتماع مدير البطوله جاري موراتا، هو مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكره القدم، كان موجود وبيحاضر في هذه الاجتماع او في هذا الاجتماع وفي هذه الجلسه مع كل اللاعبين وافراد البعثه. الاجتماع حضره المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وطبعا منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكرة، الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لاعبو الفريق، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، والجهازان الطبي والإداري، والأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي. حضر الاجتماع أيضا الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، والأستاذ أشرف عمر نائب مدير التسويق في النادي، والمهندسة حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص في النادي الأهلي، والدكتور عمرو محب واللي تولى عملية ترجمة كافة التعليمات من الفيفا لكل أفراد البعثة. التعليمات هي متعلقة بالتعليمات الفنية الخاصة بالبطولة، التعديلات اللي هتطرأ على مسألة التحكيم في هذه البطولة، ان في تغييرات إضافية وفي تغييرات لا قدر الله في وجود حالات إصابة او ارتجاج في المباراة، اللوائح المنظمة للمسابقة، الإجراءات الاحترازية والوقائية، ده مهم جدا يتشرح في هذا الاجتماع عشان كل لاعب وكل فرد في البعثة يبقى عارف ايه هي الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي ممكن تحصل خلال فترة البطولة، بالإضافة للأمور التنظيمية والفنية واللائحية المتعلقة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. قدامكم على الشاشة اهو دي لقطات حصرية مش هتشوفوها إلا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، صوت وصورة ويوميا طبعا لقطات خاصة جدا لبعثة فريق النادي الأهلي من فندق الإقامة، في رسالة إن شاء الله بإذن الله تكون يعني إيجابية، ونعيش الجمهور معانا لحظة بلحظة مع كل صورة وكل خطوة داخل فندق الإقامة. طيب النهارده اولى تدريبات الفريق، الفريق النهارده هيتمرن الساعه 8 مساء على احدى الملاعب القريبه من فندق الاقامه. البعثه يعني تناولت وجبه الغداء منذ قليل داخل احدى القاعات المخصصه لتناول الطعام وسط اجراءات احترازيه وطبيه مشدده للجميع. نقدر نقول ان ده اول اجتماع للعيبه في المطعم لتناول وجبة الغداء، لأن امبارح العشاء كان في الغرف كل واحد في غرفته جاله الأكل لغاية عنده، النهاردة أيضا الفطار كان بنفس الشكل ده تطبيقا للإجراءات الاحترازية لبعد ظهور العينة، وللحمد لله النهاردة يعني اللعيبة والجهاز الفني العينة كلها سلبية،
الافريقيه، فيبدا بقى الفريق يتعايش ويتعامل مع كل مجريات البطوله. طبعا النهارده هيبقى في محاضره فنيه للاعبي النادي الاهلي قبل المران. طبعا بيتسو موسيماني حدد موعد المحاضره الفنيه الساعه 7:30، ده هيكون اول موعد للمحاضره الفنيه للجهاز الفني مع اللاعبين استعدادا للفتره اللي جايه. ايضا كمان الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا النهارده عمل جلسه تصوير فوتو سيشن لكل اللاعبين استعدادا لانطلاق البطوله. جلسه الفوتو سيشن ده بيتعمل عشان تبقى عندك كل الصور وكل اللقطات الخاصه باللاعبين. طبعا في يرجى اتباع هذه التكتيكات للتغلب على فيروس كورونا، يعني حتى وانت بتعمل جلسه الفوتو سيشن في اجراءات احترازيه بتطبق لك وانت موجود عشان تتغاضى او يبقى في وقايه من هذا الفيروس اللعين. جلسه الفوتو سيشن عشان كل لاعب يكون في صور بروفيشنال متاخده ليه موجوده طبعا مع اللجنه المنظمه. ده بيساعد طبعا في مساله في عرض المباريات، الجرافيك اللي موجود باخراج هذه المباريات، ايضا كمان المستندات او فكره ان انت عشان لما تطلع الاكريديشن او الاي دي لكل لاعب يكون في بعض التفاصيل الخاصه. موسيماني كمان عمل جلسه النهارده مع الجهاز المعاون، وكابيلو بيجهز النهارده اول مران بدني بالنسبه للاعبين استعدادا لمباراه الدحيل. لسه في تفاصيل اكتر ولسه عندنا اخبار وموضوعات بالتاكيد مهمه جدا لكل مشاهدي قناه الاهلي. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين مجموعه الاخبار اللي معانا بخصوص مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، لكن عايز اكد على معلومه مهمه جدا. الفوتو سيشن اللي كان موجود كمان لكل اللعيبه دلوقتي في اللي كان موجود في فندق الاقامه، انت كمان بتاخد الصور التيشيرت لكل لاعب وعليه الرقم بتاعه. بالمناسبه ارقام اللعيبه اللي على القمصان وعلى التيشيرتات في هذه البطوله في كاس العالم للانديه هي نفس الارقام اللي كانت موجوده في الدوري المصري واللاعب بيشارك بيها في الدوري المصري. مفيش ارقام جديده في هذه البطوله. كل لاعب بيرتدي تيشيرت عليه رقم في الدوري المحلي هيكون هو نفس الرقم في كاس العالم للانديه. كمان عايز اكد على جزئيه مهمه جدا، النهارده 30 يناير هو اليوم الاخير لاجراء اي استبدال على قائمه الفريق لدى الاتحاد الدولي لكره القدم. زي ما قلت قبل كده 30 يناير هو اخر يوم لاجراء الاستبدال، لكن مسموح لك قبل المباراه الاولى ب 24 ساعه تستبدل، ولكن بتقرير طبي معتمد من المدير الطبي او الدكتور المتعلق باللجنه الطبيه في الاتحاد الدولي لكره القدم. طيب عايزين نعرف كمان تفاصيل اكتر وعايزين نطمن على بعثه فريق النادي الاهلي، لذلك في هذه اللحظات بذهب الى زميلي العزيز امير هشام موفد قناه النادي الاهلي من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي عشان نعيش معاه كل الاجواء وكل الاخبار وكل المستجدات بالنسبه للبعثه في هذه اللحظات وقبل التوجه الى ملعب التدريب لخوض اول مران على احدى الملاعب القريبه من مقر الاقامه. مساء الخير يا امير. مساء الخير عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي برنامج الترند ومتابعي قناه الاهلي بشكل عام. طيب في البدايه برحب بيك وعايز اطمن منك بقى النهارده بالنسبه لي اليوم الاول للبعثه بعد الصحيان الصبح بدري تناول وجبه الافطار في الغرفه، لكن النهارده الحمد لله في الغداء بعد ما العينات كلها كانت سلبيه لكل اللاعبين وافراد الجهاز الفني والاداري ابتدى الفريق يتعايش داخل فندق الاقامه. اولا عايز اعرف منك الاجراءات الاحترازيه، هل بتتحرك داخل الاوتيل بشكل كامل ولا في الطوابق المخصصه فقط للبعثه؟ طيب خليني في البدايه يا محمد اقول لك الامور ماشيه بشكل جيد جدا بالنسبه لبعثه النادي الاهلي، وزي ما انت قلت بالتحديد بعد ما ظهرت نتيجه المسحه اللي اجريت للبعثه بالكامل فور الوصول لمطار حمد الدولي، وبالتالي كانت العينه ايجابيه بس للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بالتالي تم عزله، لكن فيما عدا ذلك كل افراد البعثه يعني عينتهم سلبيه وكلهم بخير وبصحه جيدة. فقبل ما تطلع النتيجة بتاعت المسحة كان في لسه الفطار، فبالتالي ما كانش في تجمع على الفطار، كان الفطار كله بيذهب لكل أفراد البعثة في الغرف الخاصة بكل فرد. بعد ما طلعت نتيجة المسحة أصبح التحرك في الفندق في أضيق الحدود برضو يا محمد، وده إجابة على سؤالك. التحرك طبقا للإجراءات الاحترازية لما يكون في شيء معين لازم يقوم به أفراد بعثة النادي الأهلي أو فريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بيضطروا إن هم يتحركوا ويقوموا بكل المهام المطلوبة منهم، لكن بشكل عام الأمور ماشية بشكل جيد جدا بالنسبة للاعبين. لكن خليني أقول
لك البرنامج الخاص بالفرقة على مدار اليوم بالكامل بعد ما خلاص نتيجة المسحة طلعت سلبية لجميع أفراد البعثة، زي في ما عدا طبعا عميد محمود مرجان زي ما قلت لك، لكن كان في وجبة الغداء ودي كانت من خلال تجمع في أحد القاعات المخصصة لبعثة النادي الأهلي، وكانت الأمور ماشية بالشكل الطبيعي. بعد الغداء مباشرة كان في زي فوتو سيشن من قبل الفيفا لتصوير لاعبي النادي الأهلي، صور خاصة ببطولة كأس العالم للأندية. لكن قبل كده وقبل تحديدا وجبة الغداء كان في اجتماع فني من قبل الفيفا مع طبعا الجهاز الفني واللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة، الأستاذ طبعا المهندس خالد مرتجي منسق الأهلي لدى الفيفا، وأيضا كان متواجد الجهاز الفني مستر بيتسو موسيماني، كان متواجد أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، اللاعبين بشكل كامل للحديث على بعض الأمور الهامة جدا اللي بتتعلق بالتعديلات التحكيمية الجديدة. وأنا في الجزئية دي تحديدا يا محمد، يعني وإحنا قاعدين بنتابع المحاضرة دي أو الاجتماع ده، لأن هو كان من خلال فيديو كونفرنس وكان من خلال عرض بعض اللقطات التحكيمية في بعض المباريات اللي بتتعلق بالفيفا، كان الواحد بصراحة يا محمد يعني كان نفسه أن يكون متواجد حكام مصريين يحضروا المحاضرة دي، لأن عارف في الحقيقة أنا بضحك وعارف أنت هتقول إيه عشان تتكلموا عن الفار وتقنية خط المرمى يعني والكلام ده. الأهلي بيستلب بشكل كبير جدا. بالظبط بالظبط، أثرت على النادي الأهلي بشكل كبير جدا في بطولة الدوري وأفقدت النادي الأهلي 6 نقاط، فكان كلها أمور بتتعلق بكيفية استخدام الفار وكيفية اتخاذ القرارات، وإمتى أقدر أرجع للفار وإمتى دي تبقى فاول أو إمتى دي تبقى إنذار، إمتى ممكن لعبة زي دي تبقى طرد. تعديلات كلها جديدة ومهمة جدا، هي مش جديدة قوي، هي معروفة المفروض، لكن ممكن تكون جديدة على حكامنا احنا المصريين في الحقيقة اللي بيأدوا أداء يمكن سلبي شوية في بطولة الدوري في مختلف المباريات بشكل عام وبالتحديد مع النادي الأهلي، فالشيء بالشيء يذكر. يعني كان نفسي جدا يكون متواجد حكام مصريين يحضروا محاضرة زي دي، لكن في كل الأحوال كان كمان في بعض التعليمات اللي بتتعلق باللوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، وطبعا قبل كل ده كان في ترحيب طبعا ببعثة النادي الأهلي وبفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديدا في هنا في الدوحة، واستعدادا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية. طيب أمير، ايه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية او خلال الساعات اللي جاية دلوقتي وانا بكلمك يا محمد؟ الفريق طبعا هيكون متواجد دلوقتي بعد بالضبط دلوقتي الساعة 5:30 بتوقيتكم، كمان ساعة بالضبط هيكون في محاضرة من قبل مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث على بعض الجوانب الهامة جدا فنيا وأمور بتتعلق بتدريب اليوم تحديدا ومران للنادي الأهلي. بعد المحاضرة بحوالي 10 دقائق أو 15 دقيقة بالكثير الفريق هيتحرك مباشرة للملعب، أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، عشان يبتدي أول تدريباته في الدوحة واستعدادا للمونديال الساعة 8 تحديدا بتوقيت الدوحة هنا، 7 بتوقيت القاهرة، ودي هتكون أولى استعدادات النادي الأهلي بإذن الله لمباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل. طيب أمير، برضه عايز أسألك من ضمن التفاصيل اللي كانت موجودة في هذا الاجتماع والفيديو كونفرنس مع اللجنة المنظمة من خلال الاتحاد الدولي فيفا، اتكلموا على موضوع الاستبدال، النهاردة آخر يوم للاستبدال اللاعبين، لكن عندك فرصة 4 فبراير قبل المباراة الأولى ب 24 ساعة تستبدل بتقرير طبي. اتشرحت هذه الجزئية بشكل موسع، هل عندك تفاصيل ممكن يكون الجهاز الفني سأل أو في تفاصيل الإدارة حابت تعرفها من الاتحاد الدولي أو اللجنة المنظمة؟ خليني أقولك يا محمد إن الحالة الوحيدة اللي تقدر تغير فيها لاعب قبل انطلاق أول مباراة ليك في كأس العالم ب 24 ساعة هو إن يكون في تقرير طبي مقنع للفيفا، فبالتالي توافق على تغيير هذا اللاعب، هي دي الحالة الوحيدة اللي ممكن ان انت تفكر ساعتها انك تغير لاعب من اللاعبين. لكن في كل الأحوال خليني اقول لك يا محمد
ان الامور ماشيه بالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي بشكل جيد، فبالتالي ممكن اكلمك على احد المصابين مثلا في فريق النادي الاهلي، محمد هاني. بما اننا بنتكلم على التعديلات او التغييرات اللي ممكن تحصل في الفرقه، مش يعني صعب خلاص الموضوع هيكون صعب، لان اصابه محمد هاني اصابه بسيطه جدا، وتاكدت النهارده من الجزئيه دي تحديدا، وسالت الكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص مدى تطور حاله محمد هاني. احنا عارفين كان جاله شد في الخلفيه في مباراه بيراميدز في اول 6-7 دقائق، لكن في كل الاحوال الرؤيه هتتضح بشكل اوضح واكبر من خلال مران اليوم بالنسبه لمحمد هاني. تمام. البرنامج العلاجي بالنسبه له اخر تطورات هتكون ايه؟ بالتالي هل هيكون في برنامج تاهيلي سريع للاعب عشان يتم تجهيز المباراه اللي حل القطري؟ الامور هتتضح بشكل اكبر النهارده بالليل بعد المران تحديدا يا محمد. طيب عندي سؤال لك اخير يا امير، متعلق بقى النهارده 30 يناير آخر موعد لإرسال القائمة الإفريقية التكميلية، السبع لاعبين الإضافيين اللي بيضيفهم في خلال شهر يناير. الجهاز الفني هل استقر على السبع لاعبين وهل أرسلهم، ولا خلال الساعات اللي جاية قبل منتصف الليل هيتم الاتفاق على إرسال القائمة التكميلية للبطولة الإفريقية؟ جزئيه مهمه جدا يا محمد، سؤالك غايه في الاهميه. في الحقيقه انا استفسرت من كابتن سعد عبد الحفيظ بشكل واضح بخصوص الجزئيه دي، قلت له هل هيتم الاكتفاء بقيد ولتر بواليا طبعا نجم النادي الاهلي الجديد، ولا هيتم طبعا استغلال المقاعد المتبقيه في القائمه واضافه بعض الاسماء الاخرى، حددته ولا لا؟ كابتن سعيد كان رده بالنسبه لي صريح جدا، وقال ان احنا بعد مران اليوم هيبقى في اجتماع مع مستر بيتسو موسيماني، وقال اكيد هنضيف طبعا ونكمل القائمه بشكل كامل، لكن بعد التمرين تحديدا هيتم الاستقرار على العناصر اللي هيتم اضافتها في قائمه النادي الاهلي الافريقيه، خصوصا النهارده اخر يوم لطبعا القيد الافريقي والقائمه التكميليه بالنسبه لقائمه النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا. النادي الاهلي بكل تاكيد هيسعى ان هو يفوز بيها المره العاشره باذن الله ان شاء الله. أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي، طبعا مع بعثة الفريق في كأس العالم أندية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، وكان عندنا تفاصيل مهمة عايزين نوضحها لكل السادة المشاهدين، وكان الحدث المهم كمان النهاردة آخر يوم للقيد في القائمة الإفريقية، بعد المران هيتم إرسال باقي الأسماء لاستكمال القائمة بـ40 لاعب. أخرج على فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرات برنامج الترند. طيب على الجانب الاخر عايزين نعرف ردود الافعال وكل المتابعين والمشاهدين ووسائل الاعلام ازاي تابعت واهتمت بوصول بعثة فريق النادي الاهلي منذ الامس والنهارده اليوم الاول استعدادا للمشاركه في كاس العالم للانديه. لذلك في هذه اللحظات اذهب مباشره من خلال فقره ترند اونلاين عبر السكايب مع الزميل العزيز الاستاذ عادل هيبه الناقد الرياضي عشان نساله على بعض التفاصيل المتعلقه باستقبال البعثه وردود الافعال وكيف تابعت واهتمت وسائل الاعلام استقبال بعثه النادي الاهلي في ظل حضور جماهيري لم يسبق له مثيل خلال هذه البطوله. استاذ عادل اهلا بيك، منور شاشه قناه النادي الاهلي. استاذ محمد سعيد الاعلام المتالق، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الحقيقه انه النادي الاهلي حظى باستقبال اسطوري من جماهيره يوم امس، كان حوالي 5000 متفرج موجودين مشجعين للنادي الاهلي حاملين علام النادي وقعدوا يهتفوا للكابتن بيبو بيبو بيبو، وبعد كده هتفوا للكابتن مؤمن زكريا اللي بتمنى له الشفاء العاجل يا رب ان شاء الله ويعود سريعا للفريق. بالاضافه كان في تواجد كمان عند فندق اقامه الفريق، كان تواجد جماهيري مميز برضو، وكل الجماهير بتطالب اللعيبه ان هم يزوروا شخصيه النادي الاهلي ان شاء الله ويحققوا اداء ان شاء الله يا رب يكون افضل كمان من انجاز 2006 ان شاء الله رب العالمين. طيب استاذ عادل، انا عارف طبعا حضرتك من الصحفيين المصريين اللي كان بيغطي فريق النادي الاهلي قبل السفر، طبعا بتمنالك التوفيق يا رب في رحله العمل الخارجيه وصوره طيبه بالتاكيد للاعلام المصري، لكن عايز اعرف يعني وسائل الاعلام مدى يعني متابعتها لوصول بعثه النادي الاهلي، اهم المنشتات النهارده صباحا اللي اهتمت بوصول البعثه، ردود الافعال كمان من وسائل الاعلام وعبر السوشيال ميديا هناك اول ما شافوا استقبال جماهير الاهلي للبعثه في ظل ان الفريق الكوري لما وصل ما كانش فيه نفس المشهد، الفريق المكسيكي لما وصل صباح اليوم ايضا ما كانش فيه نفس المشهد. مظبوط استاذ محمد، الحقيقه انه وسائل الاعلام المحليه افردت صفحاتها اليوم والملاحق الرياضيه المتخصصه ليها عن النادي الاهلي والاستقبال الاسطوري اللي حظى به النادي الاهلي.
وبعكس زي ما حضرتك قلت، اولسن هيونداي الكوري الجنوبي وصل في سكون تام، ويعني من المطار لمقر الاقامه الفندق، ونفس الامر حصل مع تجريس المكسيكي النهارده، باستثناء يعني افراد معدوده كانت في استقبال الفريق من الجاليه المكسيكيه. لكن النادي الاهلي حظى كمان بتغطيه عالميه تلفزيونيه متميزه يوم امس، واليوم كمان كانت التغطيه متواصله، بالاضافه زي ما حضرتك قلت وسائل الاعلام العالميه افردت صفحات ومانشيتات كبيره جدا لحضور النادي الاهلي للدوحه للمره السادسه كثاني اكثر فريق مشاركه في المونديال، وكل ده بيخلي النادي الاهلي يتصدر يعني العناوين في كل المناسبات. طيب المساحات اللي موجوده من خلال الصحف الوطنيه لمتابعه كاس العالم للانديه، اكيد في ملاحق مخصصه للرياضه، المساحات المفروضه لبعثه الاهلي واهميه وجود الاهلي في هذه البطوله كمحفل دولي كبير، برضو تقدر تقول لنا الصوره ماشيه ازاي في هذا الاطار؟ المساحات كانت كبيره، وكان في حوارات مع وائل جمعه نجم النادي الاهلي السابق، الكابتن طارق دياب محلل بي ان سبورت ووزير الرياضه التونسي السابق، أكثر من شخصية رياضية متميزة هنا اتكلمت عن النادي الأهلي وعن مواجهة الأهلي والدحيل اللي هتكون إن شاء الله يوم الخميس المقبل واللي بتتصدر كل العناوين وكل الاهتمام. عايز أقول لك كمان يا محمد، الجماهير فيما يخص موضوع التذاكر والحضور إن شاء الله رب العالمين يعني مش هيكون أقل من 10,000 مشجع للنادي الأهلي موجود. عايز أقول لك كمان خبر تاني، إنه الجالية الجنوب أفريقية بتساند النادي الأهلي، بتنضم للجالية المصرية هنا وبتساند النادي الأهلي في المباراة أمام الدحيل إن شاء الله. ودي جاليه كبيره جدا موجوده هنا بتشتغل في مشاريع المونديال، وان شاء الله المباراه هتحظى بحضور جماهيري، اعتقد يعني ان شاء الله رب العالمين هيكون لي مفعول السحر على اداء اللعيبه اللي اتحرمت السنين اللي فاتت دي من اصوات الجماهير يعني رغم ان الساعه الرسميه هتكون 30% من الملعب بالكامل، بنتكلم في حوالي 13,000 بس من ضمن 40,000، لكن انت متاكد ان ال 13,000 هيكونوا موجودين بالكامل داخل الملعب، واكثر من 75% هيكون من جمهور الاهلي بالاضافه لجاليه جنوب افريقيا، عشان طبعا بيقود الاهلي مدرب جنوب افريقي بيتسو موسيماني. مظبوط استاذ محمد، وتقريبا يعني التذاكر نفذت خلاص تمام لكل المباراه، كويس جدا، لكل الحضور الجماهيري، وان شاء الله هيكون حوالي من 10 ل 12,000 مشجع اهلاوي بالاعلام الحمراء وبفانيلات النادي الاهلي، وهتشوف ده، وان شاء الله اتمنى واتعشم يعني انه اللعيبه تظهر بقى رد جميل للجماهير دي باداء قوي ان شاء الله يتكلل بالفوز والصعود لمواجهه بايرن ميونخ ان شاء الله رب العالمين. طيب استاذ عادل، سؤال اخير، وبرضه انت بالتاكيد متابع لكل الفرق والفرق هناك في الدوري المحلي، فريق الدحيل حاليا في معسكر مغلق ولا لسه ما دخلش في اجواء البطوله، خاصه بعد اخر مباراه كانت من حوالي 4 أيام أو 5 أيام؟ الدحيل خلاص دخل في اجواء البطوله، استوى الصفحه المحليه تماما بعد فوزه الكبير في ربع نهائي كاس الامير على النادي الاهلي 6-0، النادي الاهلي القطري. الفريق بيستعد بشكل كويس، المدرب بتاعه صبري اللاموشي عامل برنامج اعداد قوي جدا، في تركيز وفي دراسه للنادي الاهلي ومن خلال مشاهده مبارياته اللي فاتت في الدوري. صبري اللاموشي كان ليه تصريحات مميزه يوم امس عن النادي الاهلي، واكد فيها احترامه للنادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي بيتمتع بخبرات كبيره في المحافل الدوليه، كونه فايز ببطوله افريقيا 9 مرات، وكونه شارك 5 مرات قبل كده في كاس العالم للانديه، وكل ده بيخلي النادي الاهلي هو المرشح الاوفر حظا للفوز بالبطوله، لكن هو بيؤمن بحظوظه زي ما قال كده في التصريحات للموقع الرسمي لنادي الدحيل، ان هو بيؤمن بحظوظه وحظوظ فريقه، وانه هيسعى لتقديم مفاجاه يعني تقديم مباراه كبيره تليق بسمعه الكره القطريه. استاذ عادل هبه، شرفتني ونورتني، بشكرك بالتاكيد على هذا اللقاء من خلال فقره السكايب في ترند اونلاين، وانا بختم بالتاكيد عايز اقول معلومه مهمه جدا لكل المشاهدين قبل ما اطلع الى فاصل، مباراه الدحيل والاهلي اذا المباراه انتهت في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي او الايجابي هيتم اقامه لعب مباراه طبعا لسه اكسترا تايم 30 دقيقه على شوطين، كل شوط 15 دقيقه، وفي حاله التعادل يتم الاحتكام الى ركلات الترجيح مباشره، اذا المباراه من 120 دقيقه اذا حصل تعادل سلبي أو إيجابي في 90 دقيقة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.
اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا وقتنا بيجري معاكم بسرعه، لكن عايز استعرض نقطه مهمه جدا في ترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. نروح بسرعه للمشاركات وتعليق الناس على فكره الاستقبال اللي تم بالامس باستقبال الجمهور للبعثه فور الوصول. احمد وعمر محمد بيقول مشهد رائع بصراحه، مي بتقول كويسه جدا وطليق باسم اعظم نادي في الكون، اهلاويه وافتخر. محمد دم صلح بيقول رايه طبعا في استقبال البعثه، عظمه والله، جمهور الاهلي غير اعظم جمهور في الدنيا كلها. طيب برضو مجموعه من المشاركات، منتصر منصور بيقول مشهد رائع وراقي وقمه قمه في الحضاره والشغف من جماهير الاهلي التي طالما تسعى ان تكون خلف الفريق في اي وقت واي مكان جمهوره دايما معاه. اسراء طه بتقول مفيش اجمل من جمهور الاهلي في اي وقت واي مكان، واقف في ظهر النادي. صهيب بيقول حاجه تشرف والله، الواحد فخور انه من الجمهور ده، وان شاء الله رجالتنا يرجعوا بالبطوله. طيب اخر حاجه معانا في المشاركات، عبد الله بيقول مشهد جميل جدا ويا رب اللعيبه تشرفنا وترفع راس مصر والاهلي. ابو علي بيقول شيء طبيعي لاي نادي كبير على مستوى العالم كله مش افريقيا بس، الاهلي فوق الجميع. مازن اسماعيل بيقول استقبال بيعكس قد ايه حجم وشعبيه الاهلي الحقيقيه. بصراحه التعليق الاخير ده هو جاب الخلاصه، بيعكس مدى شعبيه النادي الاهلي في الخليج وفي الوطن العربي، وطبعا شعبيه الاهلي جارفه الحمد لله. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.